السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في نشرتنا هذه من قناة السعودية، وهذه العناوين. سمو ولي العهد يبحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء الهند الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة الـ20 حول كورونا الأسبوع المقبل. وهيئة كبار العلماء تصدر بيانا بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، وجرى مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي. وقد أكد سمو ولي العهد أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة الـ20 التي تترأسها المملكة هذا العام. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وجرى استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة الـ20 التي ترأسها المملكة هذا العام. هذا وقد صدر هذا البيان استشعارا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد أوكفيد-19، وفي ضوء رئاستها لمجموعة الـ20 هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة عالمية. وستعمل مجموعة الـ20 مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة الـ20 على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي. كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا فيما يلي نصه: اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية 25 المنعقدة في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبينا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيسي في انتقال العدوى. وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد ويقال في الأذان صلوا في بيوتكم، لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
وتصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في البيوت. هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها. وأكد القرار أن التقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19. وقالت الوزارة إن الحالات الثلاثة الأولى هي لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، ومقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية في محافظة جدة. وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هما لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، أما السادسة فلامرأة تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في مكة المكرمة. أوضحت الوزارة أن هناك 10 حالات أخرى، منها 6 حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في القطيف. وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك 3 حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، وتوجد حالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في الظهران. قالت الوزارة أيضا إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من دول عدة، هي الأردن وعمان والهند وبريطانيا وتركيا وسويسرا والنمسا، بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، و3 حالات لمواطنين وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كان مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في الرياض. وقد ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي. وقد أهابت الوزارة بالجميع التزامها بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات. ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات يخص الفيروس التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة 937، وشددت على الأخذ للمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الإجراءات الاحترازية مستمرة في المنافذ كافة لمنع انتشار فيروس كورونا. طبعا الجهود متواصلة فيما يتعلق بخدمات الصحة العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية على مختلف المستويات. الرقابة مستمرة على المنافذ في أي تحركات حتى الاستثنائية منها لظروف معينة أو استثنائية إنسانية، يتم تطبيق أعلى المستويات في الرقابة عليها. الاستقصاء الوبائي داخل المملكة العربية السعودية والرقابة في كل شبكة الخدمات الصحية المقدمة في داخل المملكة العربية السعودية مستمرة. كما دعا الدكتور العبد العالي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة وتجنب المناسبات الاجتماعية كافة للحماية من هذا الفيروس. مسألة التجمعات أو الاجتماعات هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن نحذر للغاية من أن نعكس أو نخالف التعليمات في عملية التجمعات والاجتماعات، وأن احنا نقدم عليها ولا نقبل على إجراءها أو نكون في وسطها، لأنها فرصة خصبة جدا للانتقال للعدوى. عندنا بعض الحالات اللي ذكرتها قبل قليل للمخالطين المجتمعيين، هي وين وقعت؟ إما وقعت في اجتماعات جوا المنزل، أو وقعت في اجتماعات لها علاقة بعمل أو مرافقة في جروب مع أو مجموعة من الأصدقاء. كل هذه الأمور لا نريد أن تتكرر. العالم يرصد حالات أخرى،
نعرف اليوم ونتعلم من دروس الآخرين في العالم أنه في أمثلة أخرى للاجتماعات وتجمعات وقعت في بيئات عمل، وقعت في مساكن، وقعت في حفلات وتجمعات يهدف منها إلى مناسبة اجتماعية كالأعراس ولا العزاء ولا غيره، في أسواق. الحمد لله احنا عندنا إجراءات استباقية تمت في المدارس، لم نرصد حالة في المدارس بحمد الله، لكن لا نتمنى أن تحدث في مثل الاجتماعات التي ذكرنا أمثلتها في العالم قصص هنا وتكون مؤسفة لا قدر الله. ننصح الجميع بالتقيد بذلك والبعد عن التجمعات والاجتماعات التي قد تكون محضن خطر جدا لانتشار هذا الفيروس. وتكثفت الجهود في القطاعات الحكومية في مناطق المملكة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر اتخاذ القطاعات المختلفة العديد من المبادرات المشتركة والمتكاملة. تستمر المملكة في تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مكثفة من شأنها المساهمة في منع تفشي فيروس كورونا. تكاتف واضح وتعاون بناء يجمع كافة القطاعات لبناء منظومة أمن تشكل صماما فولاذيا في وجه تداعيات الفيروس التي تشهدها المنطقة والعالم. الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية ميدانية لتعزيز وعي العاملين في مصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والتأكد من التزام العاملين في المصانع بالممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة، وذلك عقب تأكيد وزارة التجارة امتلاك المملكة أكبر كمية مخزون غذائي في الشرق الأوسط رغم الظروف التي يمر بها العالم. كما باشرت التجارة أيضا جولات رقابية للتأكد من وفرة المخزون للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، منها جولة على مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب والتي تنتج كافة أنواع المخبوزات بطاقة تخزينية إجمالية تصل لأكثر من 3 مليون طن من القمح. وزارة الصحة وضمن حملتها التوعوية أصدرت دليلا توعويا بعدة لغات لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح والإرشادات. هذا وبدأت أمانات المناطق في زيادة كمية إنتاجها للمعقمات ليتم توزيعها بصورة مجانية في مواقع متفرقة داخل المدن والمحافظات. من جانبها أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية اتباع القرارات الوقائية الصادرة مؤخرا فيما يخص العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتقليص عدد الموظفين واتباع نظام العمل عن بعد. وكانت المملكة قد شرعت في إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية وإغلاقها محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، إضافة إلى منعها التجمعات وتعليق إقامة المناسبات والاحتفالات في الصالات أو الاستراحات أو القاعات، في حين تستمر حملات التعقيم بصورة نشطة في مختلف الأماكن العامة. وقد دعمت أمانة منطقة الحدود الشمالية إجراءاتها الاحترازية والوقائية، ذلك ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار هذا الفيروس. إجراءات احترازية قامت بها حكومتنا الرشيدة بإطلاق حزمة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث باشرت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبوقت مبكر بتنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية. قامت حكومتنا الرشيدة ممثلة بجهاتها المعنية مشكورة باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الاستباقية التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات في منطقة الحدود الشمالية، وأيضا متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية. ولله الحمد أمانة منطقة الحدود الشمالية قامت بعدة تدابير حالها حال جميع الأمانات وجميع الإدارات الحكومية، والحقيقة زملائنا هم أبطال
ميدان الذين قاموا بكثير من الأعمال، من ضمنها حزمة إجراءات اتخذتها الأمانة تكثيف فرق النظافة والتعقيم داخل المدينة. أنا حقيقة أقدم وافر الشكر لأخوان المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بالمنطقة لما لقيناه من تعاون يدل على وعي المواطن السعودي. وفيما يخص المحلات المخالفة إذا إن وجدت وإن شاء الله الحمد لله أنها قليلة يتم إقلاقها فورا والرفع فيها للجهات المعنية لاتخاذ أي إجراءات قانونية. تأتي هذه الجهود المقدمة في منطقة الحدود الشمالية ضمن جهود حكومتنا الرشيدة وعلى كافة الأصعدة للوقاية من فيروس كورونا. للأخبار محمد الجهني، منطقة الحدود الشمالية. ختام هذه النشرة إليكم العناوين. سمو ولي العهد يبحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء الهند الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا الأسبوع المقبل. وهيئة كبار العلماء تصدر بياناً بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين. السلام عليكم، دمتم في أمان وسلام. We'll be right back.